في الأستاذ عادل من الجيزة. أي يا أستاذ عادل؟ مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. مساء الخير يا فندم. تحياتي ليك والأفكارك الجميلة وتحليلاتك يعني المفيدة جدا واللي كل الشعب تقريبا متفق عليها. يعني أنا شايف حضرتك زعلان، إحنا زعلانين أكتر منك. احنا قاعدين بتوع حزب الكنبة، الناس اللي هي ما بتقدرش تنزل ما بتقدرش تشارك، انما شايفين شوية مزرعين ما بيعرفوش ينطقوا كلمة عربي، بيدوا اراء وبيقعدوا يسبلوا في عينيهم ويتجهوا لهدم مؤسسات الدولة، رغم ان احنا عارفين القصور اللي موجود في مؤسسات الدولة. يعني نبص تلاقي مذيع بيرفع لعيني وحاجبه ويقول لي الوزير ده لازم يستقيل دلوقتي. لو تفتكر حضرتك الهجمة الشرسة على مؤسسات الدولة دي كانت قبل عملية الضربة اللي حصلت في سيناء مباشرة، كانت لمدة 3-4 أيام. انا بشك فعلا ان في ناس ليهم مصالح في توجيه نظر الشعب او المؤسسات لمشاكل فرعيه عشان تحصل مصايب في مناطق اخرى، زي ما بيعمل الارهاب بالظبط، زي ما بيوجه شويه العيال البلطجيه اللي في الجامعات شويه مظاهرات عشان يعين الضباط بتوع الشرطه يروحوا يقفوا يوم يفجروا فيهم قنبله. ما هو ده اسلوب، ما هو ده اسلوب احنا متفقين عليه، يجب ان احنا ما ناخدش بالنا منه. ديكتاتوريه ايه لمين؟ مين اللي عاوز يبقى دكتاتور؟ مصر عاوزه تبقى دكتاتوره؟ حقها مصر دكتاتوره، احنا كلنا لازم نبقى دكتاتوريين لصالح مصر. بتوع حقوق الانسان انت بتدافع عن مين؟ يعني لما بنقول دلوقتي الشرطه هتخش الجامعه تشتغل لصالح رأي معين، رأي مين؟ كان زمان بنقول عشان حسني مبارك، عشان السادات، عشان عبد الناصر، لا دلوقتي لصالح مين؟ احنا كلنا بنبني بلد واخترنا رئيس الحمد لله عنده من القناعة والتدين اللي يخليه فعلا أمين على وطنه، ولا هو عاوز يبقى لو انت حضرتك سالته دلوقتي حالا تقول له سيب سلطتك وتمشي هيقول لك ايوه اسيب سلطتي وامشي، لان المسؤوليه كبيره جدا، لان هو راجل محترم مش عاوز مش متمسك بالحكم. فدلوقتي اي واحد يقول لك في الجامعه ان دول هيخشوا عشان يعملوا دكتاتوريه عشان او لصالح نظام، فين النظام يا استاذ ابراهيم؟ انهي نظام؟ تعال النظام دلوقتي اللي اي مؤسسه ممكن تسعى لتثبيته. احنا ما عندناش نظام، احنا عندنا دوله بنحاول نبنيها عشان ولادنا ياكلوا، ولادنا ياكلوا. احنا انا حضرتك انا بكلمك وانا ممكن يكون معاشي مش ما بيكفنيش ادويه، انما كلنا لازم نصبر عشان البلد دي لازم تبقى نظيفة، البلد دي لازم ترجع، والبلطجية اللي في الشوارع دولك لازم يقف. ما كل اللي بيحصل ده بلطجة، التوك توك بلطجة، المرور بلطجة، الحوادث بلطجة، نتيجة المخدرات ونتيجة حاجة بقت أنا آسف يعني تقرف. مذيعين بيبلطجوا علينا، بيفرضوا علينا رأيهم ويحاولوا يقولوا مشاكل ملهاش معنى، مشاكل تافهه. في مذيع يا استاذ ابراهيم بيندب، قاعد بيندب كل حلقه قاعد اتفرج له وعامل كده عنده في مبسوطه كده ولا مش عارف بيسموها ايه، ان يعني يا عيني تعبان بيتكلم بقاله 90 سنه بيندب. يعني ما تعبنا بقى زهقنا، ما احنا عارفين ان البلد فيه مشاكل، عشان كده كلنا لازم نسكت، لازم نسكت ولازم نهدى عشان الناس تشتغل. انا
وجعت لك دماغك. لا لا استاذ عادل، انا بشكرك جدا، بس هو يعني يا رب ان احنا بس نبقى واخدين بالنا، لان انا بطبعي متفائل، ويعني بطبعي متفائل جدا، ويعني عايز اقول اقسم بالله العظيم ربنا يدي لحضرتك ويدي لكل المصريين العمر، هيشوفوا بلدنا ديت وهي ست العالم كله، والله العظيم ده هيحصل. انما اللي بيحصل دلوقتي اللي صعبان عليا دلوقتي ان الامور واضحه وابتدت حاجات غريبه جدا، وبعدين يعني في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ وزي ما حضرتك اشرت الكل يبلطج، يعني كل في مجاله بلطجه وبالعافيه، انما انتوا واخدين البلد تاني، عايزين ناخد مصر تاني علشان خاطر لمين وعشان مين؟ وبعدين فكره النهارده لما يبقى النهارده هو النهارده الرئيس اللي موجود ده جاي بثوره شعبيه، ثوره كان فيها 35 مليون في الشارع. الراجل ده بيتعاملوا معاه على انه واحد بقاله 95 سنه بيحكم وعايزين يشيلوه، ومين اللي بيتكلم؟ دول الثوار. هي الثوره، هي الثوار دي مهنه؟ يعني ده تايتل؟ يعني دي وظيفه مثلا؟ استاذ عادل انا بشكرك جدا. مين؟ طيب الاستاذ ابراهيم الغربية. أي أستاذ إبراهيم، السلام ورحمة الله. إزيك يا أستاذ إبراهيم، إزي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. والله يا فندم أنا كنت يعني بالنسبة لموضوع الوحدات السكنية بتاعت وزارة الإسكان. موضوع إيه؟ دي يا فندم يعني ما فيش واحد محدود دخل، ما فيش واحد متوسط دخل، ولا في واحد شاب يقدر يشتري الشقة دي. يا أستاذ إبراهيم؟ اللي هي المتوسطة اللي بيقولوا عليها دي. ألو؟ الشقة المتوسطة؟ أيوة يا فندم يعني. يعني اسعارها غاليه، يعني مين واحد متوسط دخل ويعني عنده القدره ان هو يشتري بالاسعار دي؟ انا كشاب ازاي اقدر اشتري بالاسعار دي في بيت حياتي؟ ليه الدوله ما تتجهش للبناء من اجل الايجار؟ والله ليه الدوله عندك حق، ده هو ده لازم، هو ده اللي يتعمل. يعني حضرتك دلوقتي ليه الدوله ما تشجعش ان هي تبني وحدات من اجل الايجار؟ انا حضرتك هاجر الوحده اقعد فيها خمس ست سنين سبع سنين، ربنا اداني هسيب واحد غيري يستفيد منها، لكن لما الدوله تبيع باعت لشخص، الشخص ده هيستغلها، ولما يجي يبيعها هيبيعها لشخص قادر. فاحنا النهارده علشان نحل مشكله الاسكان في مصر ونحل مشكله الايجار القديم اللي هي مسببه مشاكل برضك، ويبقى عندنا ثروه عقاريه تضر دخل عقاري وضريبه عقاريه محترمه للبلد، لازم الدوله تتجه للبناء من اجل الايجار مش من اجل التمليك. الدولة دورها تبني محطات كهرباء، محطات مية، مستشفيات، جوامع، طرق، محطات طاقة شمسية، تخطط شوارع، تقسم أراضي، تباع للناس، وتبني في كل مدينة جديدة وحدات سكنية 3000 4000 وحدة للإيجار للناس اللي مش قادرة تشتري. لكن كله بيتجه للتمليك يا أستاذ إبراهيم. المواطن العادي يا استاذ ابراهيم اللي حضرتك بتقوله معمول فيه في المانيا، ومعمول فيه في انجلترا، ومعمول فيه في اوروبا كلها، ومعمول فيه في امريكا. الشقق الايجار وحدات مختلفه المقاييس بايجار معين، حضرتك لما بتسيب شقتك بتسلمها للدوله تاني، وبتاخد الشقه الاكبر تاني لما يكون عندك ولاد ولا بتاع، وده موجود، وده اللي هيحل، وده هيحل كل حاجه فعلا. لكن يا فندم النهارده كل واحد النهارده ايوه لكن يا فندم النهارده حضرتك دلوقتي انا كشاب ازاي هشتري بالسعر ده؟ ده سعر مش متوسط الدخل ابدا. يعني على كده بقى انا عايز اسكان معدوم الدخل. يعني ما ينفع كده، الدوله تبني للتمليك والاسكان الخاص يبني للتمليك. طيب وكله يبني للتمليك، ومين اللي هيقدر يا فندم؟ ماشي يا استاذ، وصلت الرساله، وهنشوف هنناقش الموضوع ده مع موضوع الايجار، عايز نفتحه من الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب نسيبني فيه عشان في موضوع قبل ما نطلع فاصل عايز اخده، بتاع الهولندز بتاع المانيا ده يا جماعه. الاستاذ جمال القاهره. اي استاذ جمال، السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا استاذ جمال. ازيك يا ابراهيم بيه؟ اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ انا حضرتك من المتابعين لبرنامج سيادتك الجميل ده، اللي كنت اتمنى ان يكون في كشف حساب بالنسبة للاقتراحات الجميلة اللي سيادتك قدمتها واللي قدمها المواطنين وأصحاب الاختصاصات يعني، وكنت أتمنى يكون في كشف حساب. هل ده صعب حضرتك يتعمل؟ لا مش صعب ولا حاجة، بس يعني أنا اللي أنا عايز أقوله، تعرف اليومين دولت أستاذ جمال عايز اقول ان احنا يعني انا شخصيا عازر الحكومة، وانا وفي نفس الوقت انا شخصيا
يعني عاملين يعني في حاجات بتعملها الحكومه بتنقطني تبقى هتشلني، انما انا عاذرهم لسبب، لان هم الحقيقه في حقيقه الامر هم محطوطين في ضغط شديد جدا، دلوز الضغط انت كم المشاكل الهائل اللي موجود ده لا يعفي ان لما يبقى في فكره زي بتاع كسر الجنيه اللي قالها المحاسب ايمن، الدكتور ايمن اللي زي اللي حضرتك بتقول عليها بقى، ادي واحد، او الفكره اللي قالها الاستاذ حاتم الليسي اللي هي بتاعه ال 500 جنيه متر الاراضي اللي اتبنى عليها دي، ناخد نعمل غرامه 500 جنيه على المتر اللي حوالي 200 مليار جنيه وحاجات كتيره من دي. انا مع سيادتك من ديت، انا هجمعها، انا مع سيادتك هجمع الحاجات دي كلها وهروح بيها للسيد رئيس الوزراء، يعني ده اللي اقدر اقوله لحضرتك. وبس انا الحقيقه عذره كمان، عذره لان هو المسألة صعبة جدا، بالإضافة بقى لأن كمان مفيش إنصاف النهاردة لما تتعمل حملة لمدة 10 أيام وما زالت صفحة كاملة جايبينها علشان طلبة المدارس اللي اتعور في المدرسة الفلانية، يا جماعة طب بالراحة شوية يا جماعة، يقول لك هو عاملين عايزين يحاكموا الوزير عشان واد نط من على السور فوقع الناحية التانية نزل رحمة الله عليه وربنا يصبر أهله ويرحمه، نزل على سيخ مات. طب يعني الوزير يجيب مراتب يجيب مراتب سفنجي يحطها اليمة التانية للمزوغين مثلا ولا ايه؟ مش فاهم انا يعني، انا يعني ما فيش انصاف. بس انا هعمل الفكره بتاع سيادتك يا استاذ جمال، اتفضل حضرتك. ايوه يا استاذ جمال، يعني يكون في فايده بالنسبه في حاجه ثانيه ابراهيم، دي بالنسبه للناس الشباب ممكن يستغلوا حضرتك في اصلاح كومباوند او ارض الاراضي عندنا شاسعه جدا سيادتك ومش عارفين يوديها فين، فناخد الشباب الطاقه دي بتاعت الشباب نعمل لهم كده حتى مزارع خضار، مزارع اي حاجه عشان الاسعار اللي هي من اهليب البيوت دي يا استاذ ابراهيم، ولا سيادتك مش معايا؟ لا انا 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 لا اقدر اقول لحضرتك عليه يعني، وانا بعتقد ان ده هيتم قريب قوي، ان احنا المرحله الثانيه في مشروع قناه السويس اللي هو مرحله التدبيش هيبقى موجود فيها معسكرات عمل للشباب المصري، والمهندس خالد العزيز ودي الشباب انا اعتقد انه هيبقى في تنافس ما بين محافظات مصر في هذا العمل، وده عمل لان الشاب اللي هيبني عمره ما هيهد، اللي هيعرق عمره ما هيولع نار، اللي هيشارك في مثل هذه الامور هيعرف قيمه بلده، فان شاء الله حاجه زي كده. وانا مع سيادتك لابد ان نستغل طاقتهم في حاجات، بس انا حاجات كتيره جدا عايزين نعمل لها اولويه، لو الساده الوزراء كله في تخصصه يبتدي يركز بس يوم في الاسبوع يشوف الحاجات اللي بتتقال كده، انا بعتقد هنطلع بافكار كويسه جدا يا استاذ جمال. حضرتك معايا يا فندم، انا بشكرك جدا، انا بشكرك جدا، سيادتك التوفيق ربنا لمصر العزيزه النهضه الله يخليك يا فندم، شكرا يا استاذ جمال، شكرا استاذ جمال، شكرا.